من أغرب ألعاب البقاء لقيد الحياة اللي هتلاقي فيها اختلاف كبير جدا بينها وبين الألعاب المعروفة، بداية مع انتهاء العالم وهجوم الروبوتات اللي أنهوا حياة البشرية بالكامل، واللي عايش منهم بيحاولوا يتعاونوا مع بعض من أجل البقاء على قيد الحياة. لعبة بروجكت 56. يا شباب، مع لعبة بروجكت 56 اللي بدأت مع بداية شهر سبتمبر نسخة Early Access، نسخة تجريبية بتستمر كام يوم. البقاء على قيد الحياة جمع الموارد والمؤن للحفاظ على حياتك. ممكن وانت بتجمع موارد ما تلاقبلش اي حاجة خالص، لكن ممكن في اغلبية الاماكن بتقابل اشخاص، ممكن تقابل روبوتات، وممكن كمان تقابل وحوش مفترسة وحشرات مفترسة، حاجات غريبة كده برضو بتقابلك عشان خاطر اللي انت تعرف تجمع موارد من الاماكن اللي موجودة على الماب. والحاجة المختلفة اللي في اللعبة هي الماب، عبارة عن قمر صناعي بيجيب لك المدينة من فوق، بتقدر تتحرك بيه في حرية من خلال الأسهم اللي موجودة على الشاشة. بتلاقي أسهم علامة استفهام موجودة على كل نقطة انت بتتحرك فيها، كل سهم من دول عليه مهمة انت لازم تخش تنفذها. ممكن المهمة دي عبارة عن جمع موارد بس وتطلع، وممكن بتلاقي فيه فعلا مخاطر، بتلاقي فيه ناس انت بتحاربهم، سواء كان اشخاص او حيوانات مفترسة او حشرات مفترسة او روبوتات، بتلاقي حاجات من دي داخل الجيم. في اماكن كده موجودة على الماب بتلاقي عليها رمز البيت، وده تعرف ان في ناس عايشة داخل المكان دوت. ممكن تدخلها على سبيل ان في مهمات انت بتنفذها، وممكن كمان تدخلها عشان خاطر بتعمل حاجات تانية، زي مثلا لو انت عايز تعمل كرافتنج لبعض الحاجات اللي عندك، انت محتاج مثلا علاج او محتاج اكل او اي حاجة، ممكن اللي انت تستخدم الجهاز تعمل كرافت للحاجات اللي انت محتاجها. ممكن كمان انت تعمل تبادل اللي هو البيع والشراء داخل المكان ده، لان في متاجر تلاقي موجودة جوه، في حاجات خاص برضو بالاسلحة وحاجات خاص باللي انت تقدر اللي انت عشان الموارد، لان الحقيبة اللي معاك بتبقى ساعات بتبقى مليانة، فانت عايز تتخلص من حاجات، فمينفعش اللي انت اساسا اللي انت ترميها، فانت لازم ان انت تبيعها وبتشتري الحاجات اللي انت محتاجها. وهتلاقي هنا الموضوع منظم جدا، هتلاقي على ايدك اليمين دي حقيبة الظهر اللي فيها الحاجات اللي انت عايز، الزيادة اللي انت عايز تبيعها، وعلى ايدك الشمال لو انت حاجة محتاجها من القايمة اللي موجودة على ايدك الشمال. عندك هنا في النص هتلاقي فيه اللي هو الشراء فوق والبيع تحت، وفي علامة الميزان تحت، فبيوزن لك بيشوف لك اللي هو السعر الحاجة مناسب للحاجات اللي انت هتشتريها، ففي طرح وحاجات كده بتتعمل عشان خاطر اللي انت تبيع وتشتري، زي في تبادل والكلام ده كله. المعاملة هنا شباب بقى مش بالنقود، النقود هنا هي التروس، علامة الترس اللي موجودة دي هي دي النقود اللي انت بتقدر اللي انت تشتري بيها وتبيع بيها، هي التروس. الاماكن دايما اللي بيبقى موجود فيها المهمات اللي انت بتعملها بتبدأ من ليفل زيرو، يعني بتبدأ ليفل زيرو بعد كده ليفل واحد ليفل اتنين، دي المهمات اللي انت بتعملها، لكن انت مستواك انت بتبقى موجود على صورة البروفايل بتاعك، يعني مثلا هنا المستوى 9 فانت بتعلى فيه. طبعا اللعبة كبيرة جدا يا شباب، اللعبة كبيرة جدا ومحتاجة يعني ايه وقت، وهتلاقي في حاجات كتيرة جدا مش ما تبقى مفتوحة قدامك في الوقت ده، زي مثلا قائمة الاصدقاء، قائمة الاصدقاء مش هتلاقيها دلوقتي، يعني في حاجات الشات والرسائل والكلام ده كله مش هتلاقيه في الوقت دوت، يعني انت لسه قدامك بتعدي مراحل تانية عشان خاطر توصل للمستوى ده، لان اللعبة فعلا كبيرة جدا. يعني اعتقد ان هي كتجربة لسه نسخة تجريبية، فهتعتبر اللعبة ممتازة، هي فيها بعض الحاجات البسيطة بس اللي عايزة تتعدل عليها، لكن هي كلعبة وفكر اللعبة نفسه مختلف جدا، يعني حاجة كده تخليك ان انت تستمتع باللعبة من الالعاب اللي هي البقاء على قيد الحياة الغير تقليدية اللي انت دايما بتقابلها، الزومبي ومش عارف ايه الكلام ده، دايما هتلاقي موجود في اي لعبة بقاء على قيد الحياة لازم يكون الزومبي موجود. لا، هنا الموضوع مختلف خالص خالص خالص، هنا ما فيش زومبي بقى، هنا الموضوع ممكن يبقى قدام في مراحل مختلفة، لكن دي في الاول هنا بتقابل بقى حاجات كتيرة جدا، حيوانات مفترسة وحشرات وحاجات غريبة الشكل بتقابلها داخل الجيم عشان خاطر بس ان انت تعرف ان انت تحصل على الموارد اللي هي المهمات المطلوبة منك.
اما بقى بخصوص اللعبه نفسها وتحميل اللعبه، اللعبه موجوده على جوجل بلاي نسخه تجريبيه زي ما قلت لكم، بتفضل كام يوم وبتنتهي. اللعبه موجوده على سيرفر امريكا، يعني انت لازم تغير جوجل بلاي على سيرفر امريكا عشان خاطر اللي انت تصادف اللعبه دي واللي انت تقابلها موجوده على جوجل بلاي. زي ما قلت لكم، هي بدات مع بدايه الشهر سبتمبر اللي احنا فيه ده بدات اللعبه. فانت بتعمل بحث عن جوجل بلاي على لعبة بروجكت 56 بشرط اللي انت تغير جوجل بلاي على سيرفر امريكا. اللعبة يا شباب مش هتلاقيها في اماكن تانية كتير، هتلاقي هنا زي ما انا قلت لك، اما مش هتلاقي حد يتكلم عليها، لعبة تعتبر محدش لسه يعرف بيها اي حاجة خالص. وفي النهاية شباب اتمنى ان اللعبة تعجبكم والفيديو كمان يعجبكم، واتمنى ان ما كنتش انا طولت عليكم، لو طولت عليكم بعتذر لكم جدا جدا عن طول الفيديو. تنسونوش يا شباب الدعم باللايك والاشتراك في القناة، وان شاء الله اشوفك في فيديوهات كتيرة. سلام. I'm obsessed with the pain, I ingest, I retain, assess and I change, possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints, money, clout and fame, mud, disease, a plague, we all love to hate, have to play the game, have to make a name, all our insecurities are on display. This is war with the enemy, think that it was meant to be.